قدمت مؤسسة القلب الكبير بإقليم وداي مساعدات تتمثل في المعدات المدرسية لعدد من مؤسسات التعليم الابتدائي بمدينة أبو قدام. قدمت المساعدات ممثلة السيدة الأولى السيدة شمس الهدى بكر كدادي. تقرير خليل حسن صالح. بهذه الحفاوة استقبلت ممثلة مؤسسة القلب الكبير بإقليم وداي من قبل تلميذات مدرسة الأخوات بمدينة أبشة، وذلك في إطار تحفيز التلاميذ وتشجيعهم لرفع مستواهم التعليمي عن طريق تقديم معدات دراسية بمناسبة الدخول الدراسي لعام 2017. وقد شملت هدايا سيدة البلاد الأولى كل من مؤسسة الأخوات ومدرسة بستان العارفين بمدينة أبشة، إضافة إلى ابتدائية أبو قدام، حيث تحصل الطلاب المتفوقين في هذه المدارس على حقائب وأدوات مدرسية. شمس الهدى بكر كدادي خلال جولتها في هذه المدارس التي وصفتها بالعريقة وأن لها الفضل في تكوين العديد من كوادر إقليم وداي. السيدة هند ديرينو رئيسة المؤسسة القلب الكبير قالت لازم تمشوا للطلاب تودوا لهم المعدات الدراسية دي، وأنينا اليوم جينا ده هي رسلتنا عدنا المعدات الدراسية دي لأن لكي تشجعوا في قرايكو وأن باكر تشوفوا كوادر أنا هذه الدولة. المفتش التربوي بيوارا أثنى على جهود سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو واهتمامها بترقية المدرسة التشادية. مهمة تربوية مهمة كبيرة جاءت من القلب وإلى القلب، وأؤكد لك أن هذه الأدوات والكتب التي قدمتموها إلينا وجاءت أيضا في الوقت المناسب، لأننا في حوجة ماسة في حوجة كبيرة لمثل هذه المعدات. أما من جانبهم مدراء المدارس والمعلمين وأولياء الأمور فقد أبدوا عن سعادتهم بالمنح المتواصلة لمؤسسة القلب الكبير، مقدمين شكرهم للمؤسسة سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو التي لا تكاد تبقى قطعة من الأراضي التشادية إلا ولها من خيرات مؤسسة القلب الكبير نصيب.